السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد من قناة الدويق وحلقة جديدة. ويعني إن شاء الله بإذن الله النهاردة عاملين شوية عدس عشان الجو الساقع والشتاء اللي إحنا فيه، النوة اللي إحنا فيها ديت وكده. العدس ده بيدفي، عدس أصفر وطماطم ترانشات وبصل وخيار شرايح وبرده عيش ناشف، عيش اللي هو العيش البلدي. برضو ممكن اللي عايز يفت العيش الناشف في العدس يعمل فتة ينفع. وفي ناس برضو بتعمل رز وبتحط برضو طبقة رز والطبقة اللي هو العيش الناشف وتعمل فتة عدس بالرز والعيش الناشف. وفي ناس بتاكل عادي حسب الطلب. النهاردة كانت الحلقة بتاعتنا اللي هي العدس، أكلة جميلة ولذيذة وتدفي. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزة، أكل يدفي في الساعة اللي احنا فيها دي. قطع البصل قطع الخيار العيش الناشف ده بيبقى خطير. العيش الناشف ده نضرب قطع الطماطم مع العدس الأصفر ده ضروري لازم ناكله كل أسبوع. أكلة شعبية بتبقى مطلوبة أكثر في الشتاء. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، الحمد لله رب العالمين. ودي كانت حلقتنا في قناة الدويق مع أحمد من قناة الدويق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.